السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم في فيديو جديد. عندي الأرنبة اللي مكسورة رجلها، طبعا خليتها مع هذول الأرانب الصغار، فاليوم صار لها 10 أيام. فحاليا راح أفتح الرماد مال رجلها ونشوف رجلها شلون صارت. خليني نطلعها ونفتح رجلها، إن شاء الله رجعت طبيعي وما بيها شيء. بسم الله. طبعا هاي اذا تشوفون هذا كنت مخلي خشب، ومخلي هذه الصوندة ماسك الرجل. بسم الله. طبعا لما كنت ارفعها بهذه الطريقة هذه الرجل تنزل بهذه الجهة. حاليا يعني يبين يعني الكسر لاحم، ماكو شيء. خليني نتركها نشوف تقدر تمشي. لا شيء عادي، الا تاخذ شويه وقت حتى تقدر تمشي عليها طبيعي، لان صار لها 10 ايام مضمده. بسم الله. خليني نتركها حد الان ما تمشي عليها. هذه الارنبه طبعا البارحه شفتوا باللقطات اللي راحت، البارحه فتحت الضماد عن رجلها. إذا تشوفون هذه منطقة الكسر، يعني يم المفصل الفوق جوا المفصل صايرة بالضبط. قبل يعني واللي يعني وقت اللي انكسرت رجلها، لما كنت أرفع الأرنبة بهذه الطريقة أخليها على ظهرها، تشوفون هذه الرجل، هذه الرجل تنطوي تجي على اتجاه الظهر تجي، يعني كانت الرجل بس الجلد ماسكها، فلما أقلب الأرنب هذه الرجل تجي تنطبق على الظهر. حاليا الحمد لله العظم يعني رجع مسك. وديتها اليوم هم على البيطرة، لان اكو ورم جوا احس كانما عظم صاير فوق عظم، فمسكت فحصها قال لي لا هذا الورم طبيعي بعدين يروح. انطاها طبعا ابره كالسيوم، وانطاني حبوبهم كالسيوم اخليلها مع الاكل او بالمي، وقال لي تحتاج وقت، قال لي هذا الورم مع الوقت يروح. طبعا انطاني مرهم، هم راح ادهن الرجل، وقال لي ارجع شدها بقماش، لان حاليا شوية الجو بارد، فالبرد يأثر عليها وتأذيها، وان شاء الله مع مرور الوقت قال لي راح ترجع طبيعي. خلي افتح القفص ورجعها. لحظة، دخلناها جوا مع باقي الارانب. طبعا كنت ناوي اصور العصر، بس سبحان الله خصصت وقت يعني اصور وانظف المحمية، بعدين جاني اتصال وطلعت من البيت، ما رجعت الا قبل شوية رجعت، فقلت خلي اصور لكم شوية، وبعدين ان شاء الله الايام الجاية اذا ما عندي شيء ان شاء الله هم راح انزل فيديوهات. هذا السمان الملكي، طبعا الجمعة دورت على ارانب ما حصلت، ان شاء الله بس احصل ارانب كبار راح اجيب ارانب عاديات. وعندي الجولدن، تعرفون اخر شيء بقى عندي 2 ذكور، هذا الاصفر وواحد اخضر، فبعت الاخضر وجبت هذه الطيرة. خليتهم بالقفص حاليا، خليت نايلون مؤقتا على القفص، بعدين ان شاء الله ارتب القفص، وهذا القفص صغير يحتاجون بعدين اجيب لهم قفص اكبر ان شاء الله. طبعا شويه الجو صاير بارد تقريبا هاي يومين، اذا تشوفون حاليا درجه الحراره 18، يعني بالايام اللي راحت درجه الحراره ما كانت تنزل عندي جو ال20، حاليا اذا تشوفون 18 درجه الحراره. فخليت نايلون على القفص حتى لا يبردون، وهذولا راح ابقيهم بقفص حتى اعتني بيهم، يعني اخلي لهم كالسيوم بالماي وانطيهم شغلات الاكل مالهم الشغلات حتى باقي الطيور يعني لا يزعجوهم. ان شاء الله بلكي هالمره نطلع من عندهم انتاج، لان المرات السابقه كلها ما توفقنا بيهم سبحان الله. وعندي البلابل خليتهم بهذا القفص، قلت لكم بالفيديو السابق راح اعزلهم. طبعا اتوقع مو البلابل اللي كانوا يكسرون البيض، واكثر المتابعين قالوا الجاوة، وبالفعل
كان عندي بيض مال الغندورة، هذه الغندورة من اشتريتها كان معاها بيض، خليت البيض فوق هذا القفص، طبعا راقبت البيض ما جاء على البيض بس الجاوة، الجاوة هو الوحيد اللي جاء على البيض، بس بوقتها انا كنت حابس البلابل فما اعرف لو يعني تارك البلابل يجون على البيض او لا، بس الجاوة يعني شفتهم انه الجاوة يجون على البيض، واحد من الجاوة جاء وكسر البيضة اللي كانت مخليها فوق القفص اني. وطبعا الجاوة صعب اعزلهم حاليا، لان اول شيء بهذا العش اكو بيض رجعوا بيضوا، وهذا العش هم بيفراخ امهم عطعمهم، فما اقدر لا اعزلهم ولا احبسهم، لان عندهم زوج عنده بيض وزوج عندهم فراخ يطعموهم لحد الان. وعندي الكناري، طبعا هذول الذكور بعدهم سوى كانما زوج، وهذه الطيرة ولا يقربون عليها، بس هم سوا متوالفين، ولحد الآن هذا مرات يتزوج الذكر الثاني وعايف الطيرة. إذا اضطر الأمر راح أبيع هذاك الثاني، مو هذا الأصفر، عندي واحد ثاني وينه هذاك، هذا احتمال أبيع هذا وأخلي بس الزوج اللي لونهم أصفر حتى إن شاء الله بكي يتزوجون. باقي الحمام لحد الان ما رجعوا باضوا، بس ان شاء الله بالايام الجايه هم راح يرجعون يبيضون. وعندي الغندوره، طبعا الغندوره صار لهم تقريبا 23 يوم نايمه على البيض الطايره، ولحد الان ما فقس البيض، اليوم تفحصت العش ما فقس البيض، اتوقع يعني قسم من البيض ما مخصب، قبل فتره فحصته بس فحصته على السريع حتى لا اخوفهم. عدا حاليا 5 بيضات، اثنين من البيض يعني اتوقع ما كان مخصب البيض، واثنين من البيض وثلاثة مخصب، فهذول البيضتين اللي باضتهم اول شيء اتوقع، يعني احتمال باضت بيضتين وبعدها تزاوجوا، فهذه البيضتين يعني هم بيناتهم تقريبا 3 ايام او 4، راح انتظر ان شاء الله بعد كم يوم، وان شاء الله بالايام الجاية راح يفقس البيض مالهم. عندي هذولا، طبعا هذا الاصفر لما اشتريته قال لي ذكر، اذا تشوفون اتوقع طيرة، هذا خلي اقرب عليه، يعني صاحبه قال لي ذكر واكد لي انه ذكر، بس اتوقع طيرة لان هو وهذا الذكر عيتباوسون كل يوم وصايرين سوا متوالفين، بس خلي يقف حتى نصوره، هذا اذا تشوفون ايه طبعا طيرة هذا. يعني هذول الزوج حاليا متوالفين، واذا طلعت هذه طيرة يعني راح يبقى عندي اثنين هم طيرات، يعني كلهم راح يطلعون طيرات بس واحد عندي ذكر اللي هو هذا اللي لونه ازرق وابيض. خليني اسد الباب عليهم. عندي هذول الكوكتيلات مال ابن عمي، طبعا هذا اليف اذا تشوفون، وهذا هم اليف، تعالوا شوفوهم ما شاء الله. هذه اتوقع طيرة فحصتهم اليوم شوية، هذه عظم الحوض عندها واسع، وهذا ذكر عنده عظم الحوض ضيق، طبعا هو ما يعرف بيهم وحتى ما يعرف جنسهم. هذه لما اخذها قالوا له طيرة، بس هذه اتوقع ذكر، يعني فحصت عظم الحوض، عظم الحوض ضيق فرد مرة عند هذا، وإذا تشوفون حاليا عيغمض، ما أعرف أشك إنه شوية ماخذ برد أو عنده بداية مرض، ما مثل هذا. طبعا الطير دائما سبحان الله لما يكون عنده مرض أو شيء أول شيء تقدر تميز عن طريق العين، يعني شوفوا هذا ما شاء الله، شوفوا العين شلون تلمع مبين ما بي شيء. خلي بس شوية نسوي تركيز، هذا شوفوا عينه ما شاء الله، وشوفوا الطير لما يكون مريض مرات يغمض مثل ما عاد تشوفون هذا، والعين ماله ما تصير مثل السليم ما بيشي، اذا تشوفون اللي يكون سليم سبحان الله العين تكون عنده تلمع يعني ومفتوحة كامل، لما يكون اكو مرض العين شوية يسدها وما تلمع مثل الطير السليم. وعندي هذولا طبعا الغندورات بيوم واحد كملوا العيش، الزوج القديم تذكرون طولوا شهر وهم يلمون بالعيش، هذولا انا خليت مواد التعشيش بالداخل، يعني لفيت لهم العيش
وخليت قسم من مواد التعشيش برا. خلينا نشوف باقي شيء من عندها، ما باقي شيء، كلها ماخذيها، باقي شيء قليل اذا تشوفون. فبنفس اليوم اخذوا المواد التعشيش اللي كانت برا وكملوا العش. حاليا العش مالهم كامل، فبيوم واحد خليتهم يكملون العش، وعندهم كارس يوم خليت بالمي، لان عندي الطيره عندها شويه ريش نقص حتى يكمل الريش مالها. والكوكتيل اللي عندي تعرفون متزاوجين، خلينا نروح نشوفهم. طبعا هالايام عيبقون يم العش بكثره، شوفوا مطفين الضوء عليهم، يعني دائما انا اوصيهم البيت لا والله عالق الضوء، انه هذاك الضوء ما يطفوه. اذا تشوفون خلي بس نشغل الفلاش، انا مشغل لهم هذاك الضوء هناك بعيد عنهم. هذول الكوكتيل مثل ما تشوفون يم العش، تتذكرون بالفيديوهات السابقة ينامون بهذا المكان، حاليا يبقون يم العش، اتوقع حتى البارحة بالليل يعني ناموا يم العش. فان شاء الله قريبا راح تبيض هذه الطيرة، ومن تبيض ان شاء الله هم راح اصور لكم فيديو وتشوفون. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.